من منطلق المسؤولية المجتمعية لوزارة الداخلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تواصل الوزارة فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60% حتى نهاية الشهر الجاري. الأسعار بره بتخلينا ندور على المبادرة، نشتري من المبادرة. احنا نتمنى الأسعار تبقى في كل حتة أسعار واحدة، وهو رئيس عايز كده أساسا. وزارة الداخلية قايمة بمجهود كبير يعني جبار، يعني دي حاجات يعني خارج اختصاصها، لكن هي بتحاول انها تقف ضد الناس اللي بتلعبوا في السوق بالاسعار. لا دي حاجه كويسه جدا، واحنا بنشجعهم على حاجه زي كده لان احنا المستفيدين في حاجه زي كده. كل السلع متوفره، زيت وسكر ورز وكل حاجه، واسعار كويسه جدا. اتمنى تكون موجوده في كل حته مش بس في السوبر ماركت. رئيس ربنا يبارك له، عامل كل حاجه حلوه وكل حاجه موجوده، مفيش حاجه ناقصه. احنا وجودك اللي بينا اشتد عودك، واللي ربطنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. تشهد هذه المرحلة من المبادرة مشاركة واسعة من كبرى السلاسل التجارية من خلال 1056 فرعا لها على مستوى الجمهورية، تتوفر فيها كافة أنواع السلع بجودة عالية وبالتخفيضات المعلن عنها، حيث يقبل المواطنون على الشراء مستفيدين من تخفيضات المبادرة لتلبية متطلباتهم بأقل تكلفة ممكنة. عندنا كل السلع الأساسية بكميات كبيرة ومتوفرة، كلها كل الكميات من الشاي والرز والسكر والمكرونة بتخفيضات كبيرة جدا. طبعا مبادرة زي دي بتبين ان قد ايه الرئيس بيحس بينا، وقد ايه ان هو واقف مع الشعب بتاعه، وقد ايه ان هو بيحس بالمواطن وبيوفر له على قدر الامكان على قدر المستطاع المنتجات الاستراتيجيه زي الزيت والسكر والرز. بنشكر السيد الرئيس ووزاره الداخليه ان هي بتشرف على المبادره دي، واحنا بنشكر السيد الرئيس على الاسعار الجميله اللي هو مقدمها لنا، ومصر بخير الحمد لله. الى جانب السلاسل التجاريه، اقامت وزاره الداخليه بالتنسيق مع كبار التجار عددا من الشوادر بالميادين الرئيسيه لعرض السلع المتنوعه في اطار المبادره بالتخفيضات المعلن عنها. وتشارك منظومة آمان في مبادرة كلنا واحد بتخفيضات كبيرة على السلع المعروضة في منافذها الثابتة والمتحركة، والتي يصل عددها إلى 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية، موضحة جميعها على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. شعب وقيادة وشرطة، احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد، ونبقى جنبك للنهاية. منظومة آمان تقوم بطرح كميات إضافية من السلع عبر منافذها المتحركة المنتشرة بالشوارع والميادين بتخفيضات كبيرة أشاد بها المواطنون على مستوى الجمهورية. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية، شعب وقيادة. حاجة دي إنجاز عظيم للرئيس يعني حسبنا. الرز مدعم ب 13 جنيه في مبادرة الرئيس، ربنا يخليك لنا يا رئيس. يعني الرز ده بره ب 20 جنيه و 18 جنيه، كل يعني وزارة الداخلية تساهم وتنزله 13 جنيه، حاجة يعني في رز ب 13 جنيه كلنا واحد، مبادرة كلنا واحد. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وربنا يعينه معانا، وشكرا لدعمك معانا واللي انت حاسب بينا، وربنا يخليك لمصر. تستمر مبادرة كلنا واحد في أداء دورها الاجتماعي في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة في كافة السلاسل والمنافذ المشاركة فيها على مستوى الجمهورية.